السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمناكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، نشاط وحيوية. نبداو كلامنا بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على آله وأصحابه أجمعين. كيف ما كتشوفوا، هذا روتين عملته لحد كانوا الوليدات جالسين، يلا رجعوا من المدرسة. لحد اللي الأولاني ديتهم قيدتهم في دار الشباب، صراحة كيعملوا فيها الأنشطة. قلت مجا الشتا ومع المدرسة، نهار الأحد كخصهم يفرغوا الطاقة ديالهم، العكاج هما ينقصوا الأسبوع كامل، حفاظ مشي مدرسة أجي كتاب كيعيا والله. إلا ولي كيكتبوا في الدار كتر من كيكتبوا في المدرسة. إوا هاد العام قلت إن شاء الله غنتدخلوا من دار الشباب، مشيت عجبتني صراحة. حنايا دار الشباب عندنا في الحي حدا ملعب القرب، وزعما قريب لينا قدام سبيطار ومدرسة ابتدائية إعدادي، تماك عندنا دار الشباب. و مشيت لها صراحة أول مرة، هي كانت تما شحال هادي، ولكن أنا أول مرة مشيت عجبتني. تلاقيت مع رئيس الجمعية، تما كيعملهم أنشطات، كيعملهم الرياضة، كيعملهم خرجات مثلا ديك الحاد، وكي تهلا زعما فيهم كيعملوا انشطه مزيانه. كاينه مديره الله يعمرها سلعه حتى هي جبرتها، كاين مؤطرين، كاين بنات كيقابلوا العواول، كي عندهم القاعد الاعلاميات مثلا بيسي العور كيفاش يخدموه، ومطاعفين كينوضوا يعملوا الرياضه. واحد لاصال هذا ما خرجوش، كانت الشتا مثلا مطاع كيعملوا الالعاب، كاين نقول بازور، كاين المهم بزاف الحاجات. انا صراحه ما بغيتش نصور، جبرت التلاميذ تما، جبرت العواول كاينين ما بغيتش نصورهم. صورتي اسراء اذا واقفه واحد الفليته ما كانوش الناس حداها، صورتها. ملي مشيت موراهم كيدخلوا مع ال11 للوحده ونص، ملي مشيت موراهم كوزنا شينا الادوات المدرسيه اللي كانوا باقي كخصهم. كنت جبت لهم مكتوبه بوحدهم، مكتوبه المدرسه بجوج بيهم نولادي. ومن بعد هاد دابا مشينا شينا كتوبه، شيت لهم من مكتبه والادوات عاديين، هادو قلم الرصاص، ملونات، العجينه، ممحى، بيكار، شريت لهم من عند فراش اللي عندهم الطابله، نتعاونوا معاهم ساكن. مشيت شي المكتبه شريتهم، هادو كيبيعوا الحاجه تا هما ساكن موسم الموسم كيعملوا، كتجبر الطلبه تا هما، كتجبر الدراري هيدا كيبيعوا كيدبروا على راسهم. مشيت عندهم شريت هادشي، هذا ميجارات، داكشي الانواع تا هما عندهم الصراحه مزيونين، عندهم موالط، عندهم هنا بقاو كيخطروا جبروا غرادهم كيحمقوا هاد السواق، كيمشيو لي غير للسواق. المهم خطروا اللي خصهم بستيلوس بالالوان، خطروا من جارات بحال اللي قلتكم، من محات الفاتخ، المهم كل شيء اللي كخصهم ديناهم من الدار. دينا الغلوفه، الدفاتر ديتو من عند هادو صراحه، تا هما كيبيعوا الدفاتر. انا الكتوبه اللي شريت من مكتبه صراحه، والدفاتر وداكشي المقلمه ديتو من عند هادو اللي كيبيعوا على برا فراشه، هما عاوتاك بوليداتهم، كاين اللي كيقرا، كاين نتعاونوا معاهم ساكن. جينا للدار، اسراء فرشت هادشي هذا، قالت لي اختي نصوروه، صوراتهم، غلفت كتوبه ديالها، غلفناهم انا وياها، المهم غلفت كتوبه، عملت يوم اسمهم، شينا ديك الاسم، ديك الوراق اللي كيتكتبوا فيهم الاسم، نسيت اسمهم، كتعملوهم في الكتاب وفي الدفتر باش كيتعرف الكتاب ديالها. تبارك الله، عرفتي مالي عمرها تحرم وقدرت قدرت تهزها معمره بالدفاتر وكتوبه. اي والله يعاونهم. ها هما كيما كتشوفوا بالعاده، الغلوفه والدفاتر وكتوبه، راه ديك الوريقات اللي قلت لكم كنكتبوا فيهم اسمهم. هذه من جاره اسراء اخترتها هيدا، سيراش اخترتها له عاديه حيتاش كيديوها له في المدرسه، كيشري الحاجه مزيونه كيضيعها، هذه شريتها له بسيطه باش حتى اذا ضاعت ما ماشي مشكل. اسراء كيعجبها الزواق وداكشي، هنايا مسطره نص دائره، هذا السيراج في الزرق، والاسراء راهما مجموعه كاملين حيت شي كتحتاجهم، تحتاج الكوس وداكشي اللي في الرياضيات، الحصه الرياضيات كتحتاج فيها داكشي. هنا اللصاق كبير الاسراء والسيراج باش كيعدلوا بروجيات، وباقي اللي ما شريتش ديك الوراقي اللي فيهم بريو، ديك السكوتش عاوتا هو بريو اللي مين كيعدلوا بروجيات كيزوقوا بيهم، هادو اللصاق باش كيلصقوا. المهم
ما بقاليش شي بزاف، باقي لي غير الزواق، داكشي الزواق د البروجيات. هما بيكارت اسراء في الغوص، بيكارت سيره شكري والخضار، ملونات. ايوا ملي سالينا، ملي جبناهم من الدار، مشيت عدت لهم، كانت العشيه، مشيت عدت لهم شي شيوات هيدا يتعشاوهم. كان فات ساعة الغدا، غدا جينا معطلين، شريت شي حاجه هيدا خفيفه وعدلناها وكليناها الدار. في الليل في العشيه قلت راه نطيب لهم شي حاجه اللي كتعجبهم، عاوتاني خفيفه ماشي، مثل لهم الخبيزه معمره جداد والفلفل وبصيله وداكشي، صراحه كيجيو لذادين. الخبيزات كاين اللي كيقول لهم خبيزات معمرين، كاين اللي كيقول لهم الفطائر. هذه الصرصه انا كنجيب الصرصه كبيره الدجاج، ولا هذه كنخويها في بواطه بلاستيك كنملسها كنعملها في الفريكو. ملي كنخرجها كتقطع في اللحين، كتقطع كتشوية بحال اللي مسمده، ما كتقصحش في الفريكو، كتصبر لي فوت نعمل مغرفه. كنقطع القيس اللي بغيت، بغيت نعمل بزاف كنعمل بزاف. دابا هذا قيس صغير، عملت شتيتو د الصرصه. الحشوه الصراحه كتجي لذيذه، عملت لها بصيله والفلفل والجدان مقطع صغارين. ملي كان مي كطيب كنعمل مي حتى الاخر، كنعمل معدنوس وكنعمل جبن اللي عندكم، لا فاشكيري ولا جبن سربيطه. انا ملي كان عندي جبن سربيطه عملتها لهم، كتخلط كيتعلق كيتعسلو كيجيو مزيونين. باش تساوي دا مي كطيب داك الخبيزه تقطع كيجيو معلقين من داخل، وما داق بنين الجبن لا فاشكيري ولا جبن اخر كيما بغيتو، حتى البوله عملوه من داخل ماشي مشكل، اي جبن مهم كيجيو معسلين مزيونين وتاو كيبردو. كنعملهم انا مثلا في الفريكو، ملي كنجبدهم كنعملهم ماكينه بانيني كنسخنو فيهم ولا مقله ولا اللي عندكم. ملي كتقطع كتسخن وكتقطع كتجبرها عاوتاك داك الجبن كيكون وسط منها مزيون. والعجينه العجينه ديال الخبيزات ولا الفطائر ولا الوحش كيبغي يقول لهم، انا عملت لهم طحين ونص كاس زيت، شويه السكر، شويه د الملح، مغرفه هاد الخميره وصافي عجنتهم، خليتهم يرتحوا وعملت لهم الحشوه. نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي هالطريقه، كنخليهم في الاول بحال اللي قلت لكم يرتحوا، كنقرصوا معاه وكنخليهم يرتحوا حتى ملي كنطلقهم صافي كنبدا نطيبهم، ما كنخليهمش بزاف. كنعمل الحشوه في الوسط، نبقى نجمع هنايا شبره في يد التليفون ويد كنشد باش نوريكم الطريقه كيفاش. تاش ما جبرتش لي صور لي، هزيت التليفون في يدي ديك الوقت هذاك وبقيت كنجمعها وكنوري لكم. كنجمعها كامله وكنقرصها وكنشد ديك الفتاحين اللي كيبقاو خاويين، كنلصقهم هيدا بيدي ونقرصها ونقلبها كتشد. ملي كنساليهم كاملين كنرجع نبدا نطيب. هنا عملت جوج مقلات باش نسربي، عملت خير ربي باش لينا وتعشينا بهم. وعملت هنايا مقله د الرغايف كبيره ومقله عاديه. ها هي شوف كيفاش تبارك الله، هذه ماشي غليطه، هذه هي تنفشت بديك الخميره اللي فيها ومع الرتحات والعجونين مزيونين. كيجي العجينه فتي، ديك الزيت كتجي فتيه ما كتجيش بحال الكومه ولا. المهم صراحه جاوا مزيونين، عدلتهم وعملت لهم شويه د المكرونه معاهم، كيعجبوهم العواول المكرونيز. كل مره باش كنعملو عاوتاك خليت شويه الجداد كانوا عندي، عملت شويش هنايا وشويش عملته في مكرونيز صافي. وما عملت لهم شي كنت لاصوص بزاف حيتاش العيل صغير كيبقى يطيح لي على الحوايج داكشي كيصبا، كنحاول نقص له كولور. كنعمل شويه دراند، كنعمل ليه بزار. المهم لاصوص كنت شاركته معكم، لاصوص المكرونه. ايوا هاهما شوف كيفاش جاو وزلان وزلان صراحه، فتيين وشاشين، هما مزيونين ومحمرين وبنانين، زعما كيجيو خفافين اذا تعملوهم للعشاء ولا العشيه ولا اللي بغيتو. المهم انا اغلبيه كنعملو من العشاء، كان كلشي مثلا غنطيب ماكله كنعملو معاهم شي حاجه، اما الشلاضه اما المهم شي حاجه زايده معاهم كنعملو. هنا عملت معاهم مكرونه بحال اللي قلت لكم، شوف كيف كتقطع فتيه دغيا كتقطع، شوف ديك اللوانات. مي يكون عندكم مثلا جعده حكوها، الجعده جبرتها ب 10 دراهم، هاي لا 10 دراهم، عملت غير الفلفل و طوماطيشه محكوكه. دابا بغيتو تعملوها، انا عملت الصرصه. المهم اللي عندي في الدار واجد
جيت ونو تعدلتهم، هاهم شوف صراحة مزيونين، بصيلة والفلفل ومعدنوس والجبينة والجداد ولا التون ولا الكفتة، اللي بغيتو تعملو في وسط منهم. الحشوة كتبقى اختيارية، المهم الطريقة كيفاش كتعدلها هي. ملي كتعدلو ما كيتفتحو لك من الوسط ما والو، ما كيجيو مع الجنين ما تا حاجة، مرخاين. العجينة ديالهم الصراحة هي الأهم، العجينة مزيونة كتعجنها بالزويته وداكشي وشويه الخميره وكتخليها ترتاح، ملي كترتاح كتطلق راسها. ايوا بنادم انسان يفرح وليداتو باش ما كان معاه، مشاو دار الشباب جاو غلفت الادوات ديالها، جازت تشوف الادوات ديالها، عدت لهم هادو. المهم كنقول كندوزو الوقيته، هيا مكرونه اللي قلتكم صراحه هما جاو مزيونين. ايوا حنا كنعديو كنقديو حاجه ديال الدرويشيه هادي، الطبيصلات ديالهم كنعمل لهم كل واحد الطبيصل ديالو باش ياكل بلاتي عليه ولا ياكل بالزربه. انا عندي واحد العايل الماكله عنده ثقيله ودا ما وقفتش عليه ما كياكلش، عدد ستيتو الطبيصل كتزولو كيعملها بيدو في متشك في الفرشيطه ويعملها في بقمو. وكان فرحان نهار كبير عندهم هي نعمل لهم مكارونيس. دابا نخليكم تسمعوا مهدي شنو اللي قال لي. ماما سكت ماما كيشكرني على عطيتو مكرونه. هنا كينتهى الفيديو ديالي، شكرا جزيلا على المتابعه والتشجيعات ديالكم.